جماعة عزابة إقليم صفرو، نموذج رائد في تحدي الإمكانيات الضعيفة لبلوغ رهانات التنمية المحلية وانتظارات الساكنة. الجماعة التي تعتبر من أفقر الجماعات على صعيد الإقليم، استطاعت البحث عن منافذ تشاركية وطنية ودولية من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية. الإرادة القوية لرئيس مجلس الجماعة وابن المنطقة في أن ترى عزابة نور النماء والتطور كانت وراء تحقيق جملة من المشاريع المهمة والتي عانت الجماعة طويلا من غيابها. تعبيد الطرق وفك العزلة عن ضواوير الجماعة ومدها بالماء الصالح للشرب وشبكة التطهير والكهرباء وتأهيل المسالك القروية أولوية يراها المجلس القروي لبنة أولى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة. اليوم جماعة عزابة تنفتح بقوة على آفاق تنموية واعدة ستؤهلها ولا شك مستقبلا لتجاوز حجم الإكراهات والتحديات وضعف الإمكانيات المالية المرصودة لها. إرادة السيد رشيد قضي رئيس الجماعة القروية كانت قوية في أن تنعم عزابة وسكنتها بالخدمات الاجتماعية الأولية. الإرادة هذه مكنت الجماعة من تعميم الاستفادة بالماء الصالح للشرب على جميع الدواوير، كما ساهمت في شبه تعميم لخدمات الكهرباء. مشاريع أخرى رأت النور بفعل تداخل مجموعة من الشركاء الذين وثقوا في إرادة الجماعة وآمنوا بحقها في النماء والتطور. النهوض بأوضاع الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز إكراهات القطاع أولوية كذلك أخذها المجلس على عاتقه بشراكة مع باقي الفاعلين المحليين بالمنطقة. إرادة قوية من أجل جعل الجماعة قطبا فلاحيا رائدا على صعيد الجهة بفعل الإمكانات المجالية المتميزة التي تتمتع بها. ساكنة الجماعة أجمعت على أن المرحلة الأخيرة كانت فترة مبادرات جادة ومشاريع طموحة وأهداف واضحة وضعتها الجماعة نصب أعينها من أجل تجاوز شح الإمكانات وإيجاد بدائل تنموية ترضي طموحات الساكنة. فريق عمل منسجم وقوي برئاسة السيد رشيد قضي يرى أن ما تحقق ليس هو كل شيء، وأن انتظارات الساكنة أكبر، وما تحقق ما هو إلا بداية مشروع تنموي كبير تنفتح الجماعة يوما بعد يوم من أجل تحقيق كل معالمه.